دراسة بريطانية جديدة بتتكلم عن إنه إيه الأسباب أو ليه الناس بتتأخر عن مواعيدها. طبعا معروف إنه في ناس يعني هي معروفة كده يقول لك فلان لا ده مستحيل عمره ما بيجي في ميعاده، فهل ده بيكون حاصل بقصد ولا لأ؟ هل هو بيكون تأخير غصب عنه ولا لأ؟ هل ده طبع زي ما احنا بنقول ولا لأ؟ كل ده هنحاول ان احنا نتناقش معاكم فيه من خلال فقرتنا. ولكن الدراسة بقى بتتكلم بالتحديد انه اسباب التأخير دي بتحصل بسبب مشكلة في دماغ الاشخاص، يعني عقلهم مش بيقدر ان هو يحسب الوقت بشكل صح، فمش يعني مش بيكون قاصد ان هو يتأخر، ولكن دماغه هي السبب، هو اللي مش قادر يقدر الوقت بشكل صحيح. مثلا يقول لك انا بلبس في 10 دقائق وهو يكون بياخد ساعه الا ربع في اللبس، هو مش قادر يحسب الحسبه صح. بالظبط، يمكن انت زي ما بتقولي ان هي فعلا كل واحد يقول لك ده انا 5 دقائق، 5 دقائق دول يجيبوا تلت ساعه، يجيبوا نص ساعه، حد يقول لك 10 دقائق فعلا بتروح لساعه الا ربع، لان هنا بيبقى في سوء تقدير للحسبه الدماغيه كده جوه، يعني جوانا ان احنا نقدر نقول لا ده هو الوقت ده انا المفروض هاخد وقت كذا واعمل كذا اعمل كذا. لا، بتلاقي ان كل مره على مدار السنين هو برده مصر ان هو يوصل متاخر، مع ان ممكن يكون عنده الوعي اللي هو لا النهارده لازم اروح بدري، انا هقوم اجهز من بدري، مش عارف ايه، بس ايه زي ما يقول لك بيتلكع، مش سريع، مش مركز، بيعمل كذا حاجه، فده ممكن يكون من ضمن الاسباب برده اللي بتخليك ان انت تقدر تكون مش ملتزم في المواعيد. وبرده من ضمن الحاجات اللي معانا برده اللي احنا بنتكلم فيها شويه حته بقى ايه السنوز، ان اي حد بيكون عامل زي الارم او زي تنبيه كده على الموبايل ان هو مثلا ايه انا الوقت ده المفروض البس فيه، الوقت ده المفروض انزل فيه، تلاقي في ناس فعلا ماشيه بالبدا وبرده بيتاخروا، يعني عارف اللي هو ايه بيلاقي ان السنوز بتاعه ده ممكن يكون دخل على الوقت اللي المفروض يكون نزل فيه وهو لسه بيلبس، فاهم قصدي؟ فده برده من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نكون شفت انا صحابي شخصيا بيعملوها، ان هو يقول لك لا انا عامل سنوز ان انا هصحى وقت الساعه كذا، هعمل منبه لوقت الساعه كذا، المنبه الثاني ده انا لازم اكون فيه في الاسانسير، او لو انا مش في الاسانسير ولسه على باب الشقه يبقى انا كده هتاخر على الشغل 5 دقائق، هو حاسبها بالمسطره. فانا شفت فعلا تفكير كتير جدا مختلف في الحالات دي. لا، وغير بقى السوشيال ميديا ومسكه الموبايل، يعني احنا عندنا عاده كده اول ما بنصحى من النوم احنا عايزين نكمل نوم ولكن عايزين نصحى برضو او نقوم ونفوق، فبنقرر نعمل ايه؟ نمسك الموبايل عشان نفوق. فنمسك الموبايل عشان نفوق دي بنقعد فيها مثلا نص ساعه بلا هدف، يعني ولا مني ان انا نمت النص ساعه دي ولا مني ان انا قمت استغليت النص ساعه دي ان انا اخدت شاور وفقت ولبست وكلت وفطرت وكل الحاجات اللي احنا بنعملها. فمسكه الموبايل بتسحب الوقت بطريقه مش طبيعيه وفعلا بتاخر عن الميعاد، او حتى لو حد مش شرط اول ما يصحى، يعني لو جاهز ولابس وقال لك بس انا هشوف حاجه على الموبايل قبل ما انزل او شكرا بالظبط كده. فدي برضو انا بحسها من اكتر الحاجات اللي بتاخر الناس عن مواعيدها. انا دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تاخرني فعلا، او ممكن مش تاخرني على قد ما انا ممكن وقتي يضيع شويه، مثلا اللي هو ايه لو قعدت مثلا ايه ده ايه الفيديو ده مثلا، حاجه لفتت مس نظري، فالاقي نفسي دخلت فيديو تاني تالت رابع، وانا كنت عايز اقوم البس في خلال ال5 دقائق دول، دخلت معايا في 10 دقائق ربع ساعه. ففعلا دي برده من ضمن المشاكل اللي انا واجهتها بقى شخصيا، اللي هو انا انا في المعتاد بتاعي ان انا بتاخر، مثلا انا كنت في شغل وعارفه مثلا هو ايه خدنا وقت في البرنامج، مثلا خدت وقت في تصوير او حاجات خارج نطاق ايدي، لكن في العادي ما بتاخرش، لو اتاخرت في العادي بيبقى كلها بسبب السوشيال ميديا، ما بيبقاش عندي سبب قهري غير السوشيال ميديا بتبقى هي السبب يعني. وفي بقى الناس اللي هم انا نجم انا ما اروحش في ميعادي، انا اروح متاخر، انا اروح متاخر شويه تكون الناس كلها اتجمعت واتلمت وبتاع وانا احضر اخر واحد، مش عارفه ايه الفكره، يعني هل ده بيزيد من نجوميته مثلا لما يروح متاخر؟ مش فاهمه ايه السوكسي، يعني هو فعلا ايه السوكسي لما مش رايحين نعرض مسرحيه حضرتك هتطلع اخر واحد ولا اول واحد يعني. فالموضوع بيكون غريب قوي.